بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا علمنا كيف نرضيك وكيف نقدرك حق قدرك يا كريم. آمين. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأب الأكبر جل جلاله عم وجل. يقول رب سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء معين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. وهذا كما قلنا علم الأجنة يبين ذلك. قد ضل من أيام طويلة ويقع أجهر بمكة مكوس وغدا مكوس وغلت له من أفلام الغتار وغلت له أجر مليار كل لحظة في الحمل تفتار ودرائي يتفع هاك اللحظة كان يتفع يتفع. هذه الآية تحمل اليوم هذا من هذا التفسير إلى قدر معلوم فقدرناه بنعم القدر. والتقرير لك على أنواعه يبين اللي يدخل ذلك إلى القدر سبحانه وتعالى. ولهذا هنا لك يا عبد القادر اللي تفهم ما ذكر الله في هذه الآيات الكلمات في يخص علم الأجنة. وبعد يقول: وين يؤمن المكذبين؟ إعادة. وهذا من رحمة الناس من عز وجل لعلهم يتغيرون بالمسألة خيرا يسر. مش طالع مش طالع جناوس مش فكرت من خليكم وين يؤمن القدر؟ مش انت ولا انا ولا زيد ولا عمر ولا ميشنا ولا ميشان ميشان وميكائيل ميكائيل يعني ربنا انا مش كل عدو لله ونبينا عليه الصلاة والسلام وجبريل وميكائيل وكلهم هذوما هم اللي عاد رأيهم يقدروا الموت وكلهم هذوما يعني عندهم قدر لكن عنا احنا ما بنقدر. اما عند اليهود والنصارى عبث بهم كما شاء اقدر خصوص هذوما الكتاب لميكائيل هو هيمن على الملائكة الكل وهو الذي يشفي قال انه لا يشفي قال بقدرتي يدتي الا ما يشفي الا كان صحت هذه الصفة فهم عند الله كما كان استجابة سيدنا عيسى عليه السلام وحجابته لأكله وهكذا ولمسؤول يجعله الحركة السوية واللي أصاب الداء وظهر كجيران كده في البرين يخلو حتى آثار والجدار أجواء وشكال ثم يقول القروي القويل هنا ما يشبه كده الكبار وبما الحالات اللي بين هاتين هذين النوعين الأمع الجيري وفما ما يشبه علم السم ولا داء السم وأنواع أخرى كما لا أنواع الأجيال بتاع الأجنة في الأرحام. نعود إن شاء الله تعالى.